فيديو جديد في سلسلة أفضل الأسلحة والتعديلات الخاصة بها في لعبة Call of Duty Modern Warfare و Warzone. في الموسم السادس تم إضافة سلاح جديد من فئة البنادق الهجومية، وهو متاح مجانا للجميع عند المستوى 31 من هذا الموسم. هو سلاح الـ AS-Back. قبل ما نبدأ نتمنى منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو. AS-Back سلاح يمتاز بانخفاض صوت الإطلاق وارتفاع قوة التدمير ومعدل الإطلاق، لكن في المقابل يرتد السلاح وبقوة للأعلى، وعدد طلقات الذخيرة قليل جدا جدا مقارنة بالأسلحة الأخرى. في البداية راح نجرب السلاح بدون أي إضافة وبدون أي تعديلات عليه. راح نجربه في منطقة في مسافة ثابتة ونجرب نشوف معدل ارتداد السلاح. راح نلاحظ ان السلاح بيرتفع للاعلى بشكل كبير، وعند تجربه الاطلاق بدون ما تعمل تصويب او ايم راح تكون الطلقات موجهه بشكل عشوائي. النقاط الحمراء تمثل ارتداد السلاح مع ايم، والنقاط الخضراء بتمثل ارتداد السلاح او عشوائيه السلاح بدون ايم. ومن هون فان التعديلات او الاضافات التي راح نعملها على السلاح راح تكون مركزة على تقليل ارتداد السلاح من خلال زيادة الكنترول أو زيادة الأكيروسي. في البداية منلاحظ ما في مزل للسلاح لأنه البرل بتتضمن فوهة كاتمة للصوت وللدخنة الخارجية من السلاح. بالتالي في البداية راح نركب عليه برل نوع VLK-200M-OSA مع تاك ليزر. على الرغم من كون الليزر مرئي للاعبين، لكن هون بلزمنا الايمينج ستابيليتي اللي بتنضاف على السلاح من خلال تركيب التاك ليزر. راح نركب ستوك نوع VLK، وراح نركب اندر بارل نوع اوبريتور لزيادة السيطرة على السلاح، مع اكبر ذخيرة متاحة لنا اللي هي 30 طلقة، وهي تعتبر اكبر سلبية في السلاح خصوصا انها غير كافية لمواجهة اكثر من لاعب. وهلا راح نجرب السلاح من نفس النقطة اللي جربنا فيها السلاح أول مرة ونشوف مدى الارتداد تبع السلاح. بنلاحظ انه انخفض تقريبا الثلث، وإذا حاولنا نسيطر على السلاح بنخفض تقريبا ثلاث أرباع الارتداد بدون أي تعديل. بنقدر كمان نعدل على السلاح بحيث نخليه مشابه لأسلحة السنايبر من خلال تعديل الذخيرة، ونركب عليه ذخيرة العشر طلقات نوع SPR-10R واللي بتزيد من قوة التدمير ومدى السلاح، مع إضافة أوبتيك نوع فاريابل زوم أو دراغونوف اللي بتزيد مدى السلاح. في النهاية بنترككم مع بعض اللقطات المسجلة باستخدام سلاح الـ AS-Val، وبنتمنى منكم الاشتراك في الصفحة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو ومساعدتنا في نشر الفيديو. Falcon 3, good copy. UAV beginning flyover.
Location secure. UAV ready for deployment. One down. Enemy UAV overhead. Out of fuel. Get to the hard point. Move. Command is ours. Maintain pressure. I have to reload. Got that bitch. Reloading. Kill confirmed. Reloading. Reloading. Fix yourself up. Enemy in the junkyard. Reloading. Losing ground. Requesting recon. Good copy. UAV beginning flyover. Changing mag. Enemy. UAV is out of fuel. Reloading. Enemy at the office. Shanty town. Kill confirmed. Reloading. Enemy at the forklift. Enemy at the junkyard.
this. Reloading. Taking fire. Changing mag. What doesn't kill you? You got this. Reloading. Allied cruise missile launched. Enemy at the courtyard. Allied UAV overhead. Forget the score. Fight for what is yours. Shit! They're changing mags! Enemy personal radar overhead.